والتانية، ايه الفرق فيهم وقول لي باختصار ماذا استفدت. الاماكن عارفينها، استفدت على المستوى الشخصي، على المستوى الاسره، على المستوى المكان اللي كنت فيه، ثلاث حاجات ولا ايه والفرق. حاضر حاضر حاضر، انت قاعد له يعني، متشكرين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يعني هو الفرق ما بين المرتين، ان المره اللي فاتت كنت بره مصر والمره دي جوه مصر. يعني الفرق ان بره مصر يعتبر مدرسه شويه، تتعلم يعني الاصول والاداب والترتيبات. بره مصر فين؟ قول لهم. يعني في باكستان. كنت في باكستان سنه كام؟ 2014 و2015، اخر 2014. ماشي. ويعني كان الواحد بيتعلم بقى منهم ازاي هم يعني اصل الجهد عندهم، فبيتعلم من مشايخهم وتعلم من اللي خروجهم وجهدهم وتضحياتهم، فالواحد بيستفاد منهم كمدرسه. فطبقته بقى في الاربع شهور الجديده؟ يعني ربنا مش انت استفدت اهو؟ انا حاسبك وقعت في الغلط كده، محجوب مبسوط انت؟ فلت انت مني في المراجعه دي، انت مش كده؟ مش انت قلت لهم مش عايز الشيخ وسام موجود؟ انا عارف كده. ايه؟ اصل انا لازم يا جماعه، انا كمان قاعد عايز استفيد من اللي خرج. يعني انا النهارده بعت ابني يروح بلد فيها فلوس يجيب لي فلوس، بعت فيها علم يجيب لي علم، وقعد خرج في سبيل الله، انا عايز اخد حاجه منه استفيد. انا مش قادر اخرج زيه وهو خرج سبقني، انا سبقته. عشان كده بضغط عليكم عشان استفيد، مش عشان امتحنه. يعني الاجر عند ربنا مش عندي، معلش اعذرني. فانا بقول لك يعني انت استفدت حاجه، طبقتها بقى في دي ازاي؟ هو احنا يعني قبل المده في المسجد عندنا الحمد لله، يعني كنا بنرغب المده للجماعه كلها، فمعظم الجماعه يعني من المره دي خرجت. يعني خرج اثنين اول مره اربع شهور معايا، علي واسامه، ومعظم بقى الناس الجماعه خرجت اربعينات. مش كويس. ويعني كان عندنا فكره ان احنا نخرج كجماعه في المسجد، بحيث ان احنا نرجع نشتغل بالفكر ده. يعني طيب دي اول استفاده. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا يعني كنا اشتغلنا فتره كبيره قبل المده على الخدمه وعلى التعليم، فعملنا حلقات تعليم كتير، وحتى قبل ما نطلع المده كنا يعني شفنا كل واحد يعني ايه اللي ناقصه عشان يستفاد من المده، وعملنا مذاكرات يعني فرديه انفراديه، كل واحد محتاج يستفاد من المده. فدي كانت حلوه يعني. المده بقى نفسها يعني طبعا المده الطويله ميزتها ان الواحد بيجري عليه احوال كثيره جدا طبعا، يعني يعتبر الحياه يعني الاربع شهور ممكن مختصر الحياه، بيجري عليك احوال بقى مرض وصحه، فتح وغلق، نشاط وكسل. فتغير الاحوال دي في المده بتخلي الانسان عنده يعني عنده خبره في التعامل مع الاحوال الحياتيه. مظبوط. فبيبدا يعني ايه يراجع نفسه او يراقب نفسه في الاعمال وسط الاحوال. وممكن تروح يعني مناطق فيها شغل كتير، فالشغل يعني يغلب الشغل الجماعي يغلب الشغل الافرادي، ومناطق بقى في الشغل الافرادي اقوى. فدي بتخلي الانسان عنده خبره هنا وخبره هنا، وبيستفاد من جميع الاحوال يعني. استفاده جميله دي. وكمان يعني الناس اللي معاك الجدد اول مره بيخرجوا، فانت بتشيل مسؤوليه، فالمسؤوليه بتربي اكتر. يعني الواحد بيشيل مسؤوليه ناس خارجه معاه، مش بس يعني المره الاولانيه كنت خارج لوحدي يعتبر من المسجد او حد. طبعا. المره دي كان كل الجماعه خارجه، فاحساس المسؤوليه تجاه الناس الجديده اللي عايزين يتعلموا بيخلينا دايما ايه يعني صاحي فايق على طول، مشغول ان ازاي انا استفيد من وقتي، وكمان الناس اللي حواليا تستفيد من اوقاتها. يعني ما بقاش الوقت بيعدي خروج كمدة خلاص. يعني بفضل الله في التعليم عملنا منهج، خلصنا رياض الصالحين كله، وخلصنا معظم يعني خمس صحابه. مدة قد ايه؟ في الاربع شهور؟ الاربع شهور. على مر ال ده الكتاب بتاعي ولا الكتاب العادي؟ حياة صحابه كنا بنذاكر من كتاب حضرتك سبيل الانابه. رياض الصالحين؟ رياض الصالحين كنا بنقرا من الكتاب العادي، بس كنا بنذاكر بقى يعني بنحضر مثلا من كتاب حضرتك. ده كتير ما يقدرش يخلص في الاربع شهور الكبيره ده، عشان كده سالت. ذاكرنا من التحضير. تعليم بيتحضر من ده صعب يا دكتور ابو عاشور. وكنا كمان يعني بفضل الله كل واحد معاه كتاب، وكنا اشترينا كتب صغيره، كل واحد معاه كتاب بيراجع بنقرا الاحاديث، وفي الاخر بنعلق بقى اللي عنده استفاده او عنده سؤال. في حديث علق معاك جديد يعني؟ سؤال عابر يعني ممكن يكون مفيش. هي اكتر حاجه يعني الواحد يعني اتاثر بيها موضوع قبول الاعمال ده في باب الاخلاص. صح. ان الانسان يعني ممكن يكون بيعمل اعمال، بس ازاي يهتم بقبول العمل نفسه، ازاي يعني راجع نفسه ونيته، يعني يبص جواه وهو بيعمل عمل قبل ما يبص براه. فدي كانت مهمه جدا يعني. وكمان يعني موضوع ان يعني كنا قرينا قصه غزوه تبوك، سيدنا كعب بن مالك
فما شرحناها الواحد حس قد ايه الموضوع خطير، يعني ان الواحد يقعد او مثلا ما يبقاش عنده جهد او ما يبقاش مشغول بالموضوع ده، يعني خطر جدا. يعني فتنة ممكن تطوله بسهل جدا، يعني هو صحابي، يعني صحابي من تعرض لفتنة شديدة. تعرض لفتنة شديدة جدا نتيجة ان هو بس مش بس هو مش عايز يروح، لا هو عاوز بس يكسل في الترتيبات. شوية في الترتيبات بس. فدي خلت واحد يخاف على نفسه، يعني ممكن يعني لو هو بطل شوية أو رجع في الجهد إن هو ممكن يقع في وقت من الأوقات. نويت عليه وأنت راجع؟ هو أنا بصراحة يعني نيتي طول ما إحنا خارجين كنا بنراجع نيتنا لما نرجع المسجد نعمل إيه، لأن الأصل المسجد المقامي يعني، وأهل منطقتنا وأهل والجماعة إزاي نشتغل. فكنا بنفكر دايما إزاي يعني أما نرجع يبقى يعني عندنا جهد، يعني بحيث إن إحنا مسجدنا يبقى دايما يعني شغال يعني أكبر وقت ممكن، بحيث ان احنا يعني الشباب لما يجوا يلاقوا حاجه يعملوها. واحنا بفضل الله المسجد عندنا يعني مرتبين يعني تقريبا اعمال يوميه، يعني شغاله بفضل الله الصبح مشوره يوميه وبالليل اعمال يعني اعمال التعليم. طب خليني اسالك على مستواك الشخصي، الشخصي ايه اللي حصل بقى في 4 اعمال في حياتك؟ الدعوه، بالنسبه للدعوه الواحد يعني جاله هم شويه، لان احنا مناطق صعبه جدا في الشباب، يعني رحنا زي عزبه خير الله دي، عزبه خير الله دي يعني يعتبر صناعية اصلا. لا، وكمان مستوى الشباب المادي والثقافي والاجتماعي قليل جدا، يعني معظمهم تجار، طبعا يا اما تجار يا اما صناعية. بيتعاطوا وكده في الشارع علنا، يعني احنا حتى كنا بنروح نتكلم مع ناس مشهورة من زمان. المنطقه نفسها بيتباع فيها معروفه، والناس بتروح والناس معديه رايحه جايه شايفه الموضوع وعادي بالنسبه لها. الموضوع بقى يعتبر بلاء عموما بلاء. ورغم كده زي ما يعني اخونا كان بيقول، يعني الجهد هناك الشباب ضعيف جدا. طب خليني يعني اسالك انت على مستواك الشخصي، انت بتقول جالك هم الدعوه اكتر، ايه تاني؟ ده بالنسبه للدعوه عملنا بقى يعني اتكلم على شخصك. استفدت ان احنا محتاجين ننزل للشباب بقى، بقيت مع يعني الشباب انت لشخصك هتنزل مش على نفسك بالظبط في الشغل على نفسك. ايه؟ لا، انزل للشباب، احس ان انا ايه يعني ده في الدعوه. في الدعوه، ده في التعليم الدعوه. بقى التعليم واحد بقى يعني حاسس يعني افتقاره للتعليم، لان في حاجات كتير انت حسيت عملت ايه بقى لما حسيت؟ اول حاجه انا قلت ان انا يبقى عندي على طول تسال بقى، مالك يومين ما لحقتش، بس انا براجعك. بقى لي يعني بقى فكرت ان انا ازاي يبقى عندي بقى تعليم يومي، وان انا كمان يعني احنا يعني ازاي التعليم بقى الاحاديث دي الواحد يتعمق بيها، بحيث ان هو يطبق فقره زي يطبقها، لان زي ما كنت بقول الشيخ علي اول ما رجعت، يعني الواحد بعد ما نجح حس ان هو بقى عاوز يبدا يخرج، يعني هو راجع وعاوز يخرج بقى، لان الرجوع كنا اكتشفنا ان احنا مقصرين، يعني مجرد ان احنا خرجنا اكتشفنا بس عاوزين بقى نشتغل. فالشغل بيبدا بقى من الرجوع، يعني كنا بنتكلم ان احنا رجوعنا بقى بدايه مش هو النهايه. احسنت. فعاوزين يعني نشتغل في التعليم. طبعا هستفيد من كلامك ده. اتفضل حضرتك، جزاك الله خير، ربنا يتقبل منك ان شاء الله. امين امين. خليني لما سالت السؤال على مستوى الشخصي احنا ايه اللي استفدته؟ اول حاجه هو قال المسجد، لا الاول انا، الاول مين؟ هو انفسكم. هو ما اقصدش يغل، بس انا بحاول الالفاظ تبقى دايما في ودننا مسموعه. انا ارجع عن نفسي، انا فين بالدعوه؟ انا فين بالتعليم؟ انا يا رب الدنيا تولع، ما انا عايز اخش الجنه. انا فين بالعباده والذكر؟ انا في كله لازم افكر. فاللي خارج وشايف نفسه اول واحد يقدر ينجح الاخرين كمان. اللي رجع، خلينا نسال مثال من امثله الدنيا، لو انا رحت مكان بيجيب فلوس ايا كان اسمه وراجع لابس كويس مع عربيه مع حاجات كتير جدا، محتاج اتكلم؟ تحط فين؟ جبت منين الفلوس دي؟ جبت منين؟ مش كده ليه؟ لكن راجع لابس مقطع، فلوس موجوده بس لابس مقطع، معيش حاجه، انا جبت فلوس مش باين عليك يعني، لا انا معايا في الخزنه. اذا لازم يبان عليك ال4 اعمال. يبقى اول ما ترجع انت اللي ترجع كم من الدعوه بقت في حياتك بطريقه صحيحه. يقول لك ده مجنون دعوه، بس بالادب. في التعليم عندي اطلاع شخصي واطلاع اسري، اطلاع في المسجد، طلع في الجنب، اي حته اروح عندي جزء من التعليم في حياتي. يقول لك ما شاء الله ده ريح بقى بياكل الكتب او يسمعها لو امي. وفي العباده بيخصص وقت للعباده، سواء في قيام الليل او في السنن الضحى اللي كده، يعني قعدت الذكر ده اتغير. ايوه شوف مش عارفين نعمل زيه، فبان عليه النعمه. وفي الخدمه بشوش
لطيف سهل هين خدمة دون أن يضيع على باقي الأعمال ولا الحقوق. فبالتالي أنت لما تيجي تدعو الناس تقول لهم إيه؟ كونوا مثلنا من غير ما تقولها بقى. يحضرني كنت خارجين مرة في حتة وكان معانا شاب من بلد عربية في أوروبا عايش من التبليغ. فبيقول لي أول ما نزلت البلد راكب عربية فخيمة وبدلة أيام ما كان لسه بيخرج شو بدلة وبتاع. العيال كلها اتلمت عليا في الشارع. أنت جبت الكلام ده منين؟ قال لي من غير ما أتكلم. فالدعوة أصلاً أنت. أول ما دعاهم الرسول قال له مين؟ أنا إيه بالنسبة لكم؟ قال له صادق أمين. اشتغل بقى خلاص. لكن لو سمح الله واحد لقى نفسه كذاب وأنطجي ومنافق مع قال لا طب أنا هسمع لك إزاي؟ بس أنا بتكلم حلو. كلم. ما النصاب بيتكلم أحسن منك. إبليس يكلم أحسن منك. لو نصاب. يبقى لما أقول لك استفدت إيه أقصد أنت مردود عليك أنت إيه؟ وبالتالي أنت مجرد ما أنت استفدت أنا متأكد إن غيرك استفاد. اللي قاعد معاك في الجماعة زوجتك اللي كنت متجوز أبوك وأمك أي حد هتلاقيه يستفيد ليه؟ الواد اتغير. شيء طبيعي. عشان كده دايما أقول يا جماعة اهتموا بأربع أعمال وأنت كمان تكون جواهم أنت المستفيد. ده سؤالي. هل هو ما استفادش؟ أكيد استفاد أي واحد فيكم، كل واحد بيستفيد. بس لو نسي نفسه مع التركيز هيعدي نفسه ويشتغل للغير. واحد يقول لك انا تعبت مش عارف ليه متضايق عشان انت نسيت نفسك عديت نفسك شويه. زي اللي مثلا ايه جاب فلوس واداها لاولاده فلوس مقطع لسه فيجي يخش الشغل انت عايز انت هشتري اشتري اطلع بره اطلع بره عشان اسمع قبلك مش باين عليك النعمه. واما بنعمه ربك فدي اولى النعم الدين تبان عليك في خلقك في سماحتك كل الانواع اربعه. يبقى لما بسالك عشان كده اذا انت وانت خارج هدايات خروجك انك ترجع باربع اعمال في حياتك. بالتالي اول ما تشتغل مع غيرك هيقلدك لان هو شايفك بتقيم الليل وتصوم النهار فخلاص انت مش محتاجه دعوه. شايفك في الدعوه منهمك فيها، شايفك في التعليم بتحبه على قدك، شايفك في العباده والذكر على قدك بس شايفك. فما تقول له والله صح. مش معنى ذلك انك تعمل ده الاول وبعدين تدعوه، لا احنا خارجين نتعالج مع بعض زي ما قلت في الاول جايين نتمرن في الامه. ماشي. مين تاني كان خارج؟ انت كمان كنت خارج؟ تعالى اما امتحنك انت كمان. انا حفظتك كلمتين اهو هتقولهم دلوقتي. مدة قد ايه خرجت؟ 4 شهور. دي نمرة كام؟ اول مرة. فرحنا ربنا تقبل. ماذا استفدت فيه؟ مستوى الشخصي زي ما الشيخ حسام بيقول افضل الله سبحانه وتعالى. اوعى تكذب هتخش النار. لسه الشيخ علي كان بيقول لنا ايه استفادتنا في المسجد فقلت له في حديث علق معايا. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما الانسان بيبقى مضحي ربنا سبحانه وتعالى يعني احنا مضحيين عشان احنا ناخد. ايوه. عشان احنا ندي. ان عطايا ربنا كبيره جدا. ايوه. الانسان بيضحي لله سبحانه وتعالى وده معنى لا اله الا الله يعني. لا اله هو التقوى. يجيلك التقوى لا اله. لا رازق لا قادر لا مقدر. بس عملي بقى لما الانسان يترك عملي تيجي اثرها اقوى. اقوى بكتير. فلا اله التقوى الا الله الاخلاص. إلا الله. كل أعمالك تخلص إلا الله سبحانه وتعالى بإيه؟ بالترك. فده مش تفضل مننا. ده الدين بس. ده احنا جبنا الدين أصلا فيه. سيدنا إبراهيم عمل كده وكل الأنبياء عملوا كده. فاحنا مش بنجيب حاجة من عندنا. ده أصل القرآن. الترك. ترك بقى سيدنا إبراهيم بس ما تركش بقى ذنوب ولا معاصي، لا. ده ترك زوجته وأولاده وابنه سيدنا إسماعيل. فربنا سبحانه وتعالى إداله الدين الكامل. وشاور عليه في القرآن. وحتى يعني فلما بتتحرك فاثر الحديث بيأثر فيه فعلا. القران انت بتقراه بتأثر فيه. مفيش حرف الا بيأثر فيه. عارفين ليه؟ اللي بيستحمى بينضف فاي شويه كريمه تيجي على الجلد يقول لك قبل ما تحط الكريم ده خد حمام دافي. ليه يا عم؟ يفتح المسام فيدخل الجلد. فاحنا لما بنخرج بنرمي مع اجسامنا الشهوات والمشاكل والحاجات دي فالقلب مفتوح دي تسمع ايه ده كاننا اول مره نسمعها. ده يعني معنى الكلام. وزي ما الشيخ حسام بيقول موضوع الاستحمام ده اول مده فبقول لواحد من القدماء بقول له انصحني باخد نصيحه كل قديم كده بفضل الله عشان استفيد بالمده. فقال لي عليك بالاستغفار الكتير. فانا ما فهمتوش قلت انا خارج مده استغفار ايه بس الراجل ده فبعد المده بعد شويه من المده لقيت عيوب بقى ابتدت تظهر موجود عمال اتجمل 40 يوم ده بين اليوم اللي بعديه بقى ابتدى بقى العيوب حاجات ايه ده؟ تبان بقى مش انا
لدرجة ممكن الإنسان يتخنق، ممكن يرجع إذا مش مصدق إن هو كده. فقعدت فعلا استغفار قوي جدا، استغفار ده النبي. أنت عارفين ليه بيحصل كده؟ الشيطان لما يلاقي الإنسان هيتصلح فيطمنه. كويس تأخرت تعمل إيه؟ سنة واحدة وحش إزاي ده أنت عملت؟ يقعد يدي المحاسن ويداري المساوئ. الخروج بينظف الدماغ. فهمت؟ فالشيطان ده من تو ما تحس انك اطمنت لنفسك يبقى انت كده متكعبل متكعبل. ما احنا ممكن نعمل كده عم الشيخ، واحنا طب ما احنا ايوه انت كده اتكعبلت. ده انسان دايما مش كده. العلماء الصالحين اتهم نفسك. يعني اتهم نفسك؟ انا وحش. مش من باب التواضع، من باب دي حقيقي انت وحش. عشان كده خارجين نتصلح. ومن فالواحد لما ابتدى يشتغل على نفسه زي ما الشيخ حسام بيقول كده، الواحد ابتدى يبص لنفسه فعلا، مش همه بقى الجماعه وبتاع، لا انا فين، انا فين، معلش الدين جاي جاي وهيقوم هيقوم، بس انا فين في مين. برضو احنا نقول همنا الجماعه بس مش لنقدها، لمساعدتها. تعبير انا احب التعبيرات دي هندسه بقى ومقرف انا شويه. لازم احب الهندسه. احنا يهمنا الجماعه بس انا اول واحد. ليه؟ لان انا لما بتصلح بهيمني الجماعه زي ما انا بهتم بشغلي لاولادي. انا مهتم لاولادي. ما انت عشان كده بتشتغل، انت عشان كده بتهتم لاولادك، فشغلك على نفسك هو اهتمام لاولادك. فاحنا مش يهمني الجماعه، لا مش يهمني مراقبه الجماعه بالنقد، لا انا يهمني يساعد، لان هم بيساعدوني، هم اللي شايلين معايا الشير. انا بصلح الالفاظ، هو انا عارف ما يقصدش، بس انا عايز اعودكم كمان على دقه الالفاظ. طبيعه بقى اعمل ايه غصب عني. وانا لما زي ما الشيخ حسام بيقول كده، انت لما الانسان يهتم بنفسه هيعرف يدي للجماعه. مظبوط. يقدر يدي للحي، يقدر يدي لمسجده. لما مثلا الحديث اللي هو يا محمد عش ما شئت فانك ميت، كنا نسمعه كلنا، وانا اول واحد اسمعه كتير كتير اسمعه. عش ما شئت فانك ميت، واحبب ما شئت فانك مفارق، واعلم ان شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناءه عن الناس. فالواحد كان يسمع الحديث ده بس مش فاهم ايه علاقه عش ما شئت فانك ميت. الواحد حس فعلا ان هو النوم ده موته صغرى، فخد من وقت نومك للقيام، وبيضيع بين القيام بين الأنس واحد صاحبي يا إما بالنوم، فسيبه لله وقوم. فما تضيعش زي ما أخونا كان بيقول الشباب يضيعوا وقت بعض، فنذكر بعض إيه بالحديث ده، إيش ما شئت فإنك خد من وقت نومك، وخد ما تأنس أول حد غير ما تضيع لك قيام الليل، فخد يعني سيبه افترق لله سبحانه وتعالى، فربنا سبحانه وتعالى يشرفك بقى بالنهار. شرفك وعزك. على فكرة تشكيل الشباب مش بالأوامر، بإشغالهم. أنا قاعد دلوقتي شاب فكر في شهواته ومستقبلي، حاجتين شغالين أي شاب، مستقبله وشهواته. إيه اللي يصرفه؟ إن أنا أجيب له حاجة أحلى من اللي معاه. كلم روحه إيمان وشغله بأعمال تديله شرف مكانة. وشاف شرفه في السيجارة، في البيت اللي بيعكسها، ده احساس بالتميز. ادي له تميز في حاجه تانية، ان هو بيعرف يقرا، انه بيشتغل للدعوه، انه ده انا حاله مهمه في حاجه تانية خالص. انا ايه اللي كان مخليني في القرف اللي انا فيه ده؟ فاحنا بنساعده ندي له تميز في حاجه تانية ونشغله فينشغل عن شهواته. هي دي عشان كده الشباب مش تقول له قوم صلي، لا عايز الشباب يصلوا قبل ما يناموا حلقه تعليم في قيام الليل، قوم صلي. عايزهم اي حاجه حط واشتغل. مش كده بخلي حد اصحابه بالليل عشان يشكل جماعه الاعمال الليل واعمال الصبح. كلام حضرتك يعني مظبوط جدا. معانا واحد شاب خرج معانا، شاب اسمه يعني بدون ذكر اسمه يعني، خرج معانا واحنا خارجين المده، فالجماعه سخنه، وهو قابلني وهو خد معانا 10 ايام فيعني خدناه معانا، فهو ما انشغلش بالاعمال. بقيت يعني وراه يا فلان تعالى تعالى يلا الاعمال قيام الليل اذكار جوله زياره يلا، مفيش يعني نفسه غلبان. فطلع من العشر ايام مش مستفيد طبعا. بعد كده جيت تاني بقى قلت له لا استمر مع ربنا، انت مع ربنا، ربنا صفاته ما بتتبدلش، احنا صفاتنا بتتبدل. خرج الاسبوع، اسبوع اقل من 10 ايام لكن اشتغل بالاعمال، وخد بقى خد اعلان، بعد كده خد تعليم، بعد كده شوية شوية حفظنا الصفات، طلع في أدب الجولة، بعد كده عمل التدريب كامل، بيقول لي أنا طاير. آخر يوم بيسمع الأخوان الشيخ حسام قاعد يبكي يبكي، أنا خلاص أنا مش هطول. الغلطة دي بعملها مع أولادنا ومع ستاتنا. قوم صلي، أنت مش نافع، مش هتقوم، مش هتقوم. قدامك ابني بنتي، اعمل جو. أنت عايز ابنك ينزل يعوم، دفي له شوية مية هينزل يعوم، حلو جميل. انزل عقد يا برد، تدفيها، اعمل لي حاجه.
فهمت؟ انت بتحبش كان ليا ضمن اولاد صغيرين امه بتقول لي اصل ما بياكلش البيض. من فضلك ما تقوليش دي قدامه ابدا. ابدا. سكت. قلت انا عليك ياكل دلوقتي. فانا رغبته. وعملت نفسي مش واخد بالي. والبيض كذا انت بتعمليه قعدت كلمتها هي. بيض بيعمل وبيعمل انت ازاي ما تديهوليش ده ممتاز جدا وايه تاكل حبيبي؟ قال لي اه ياكل. روح وقت شكرا. يبقى تكوين البيئه وتشغيل القلب والعقل هو ده الشاب الانسان كله كده. الناس بتتشكل على امال الميديا ليه مبوظانا؟ قاعد ساعه بسمعها ورحت رايح ليها. كمل. يعني والمسجد بفضل الله عندنا يعني البيئه يعني متهيئه يوميا يعني اللي عنده وقت يومي بيبقى سهل جدا يحط نفسه فيه. انت نويت على ايه بقى؟ خلينا عشان ندي فرصه لغيرك. انت ما شاء الله كلامك جميل قول لي بقى. يعني نويت على ايه؟ الاستقامه على الاعمال وكمان يعني البيت محتاج يبقى محتاج خدمه جدا عشان يبقى مش خدمه عشان خاطر خدمه عشان هي تحبني او كده. فالموضوع ان هي بتخدمها عشان هي تحب الدين تقبل منك دين. في يعني العلاقه الزوجيه في جانب انساني وجانب ديني. تنسوش الحاجه دي. الست ست هذا تحس الراجل بيحبها لانها ست حتى لو كانت مسيحيه. مش كده؟ اتجوز واحده مسيحيه ينفع؟ مش ما عندهاش دين بس هتحبك ازاي؟ ما تحبها. يبقى الجانب الانساني لا ينسى في العلاقه الزوجيه. مش طول النهار قيام ليل وصيام نهار. ماشي دي علاقه اخ باخوه. علاقه انسانيه للحب والموده والدلع والهزار ده حق انساني. حق انساني مش هيغيب. الدين مش هيعوضه. عارف يعوضه امتى؟ لما الست توصل سن 50 60 زائد. لكن عمرها ما تزن من الحته دي. اذا طول ما انت بتدي الجزء الانساني هتلاقي جزء الدين موجود. لان انا دلوقتي جعان وعملت كلام مع ربنا انا جعان انا جعان عايز اكل انا مش بقول لا مش عارف اركز. زي ما احنا دلوقتي في الامه في مشاكل في الحاجات دي في الطعام والشراب فكل واحد يقول يا عم فضيلك سيبني في حاجه. مش كده؟ عشان كده اطعمهم من جوع وامنهم من خوف عشان يعرفوا يشتغلوا. فانت داخل البيت كله دين. مراتك دي مش هتتدين. هتفضل عندها عجز انساني او كله دنيا برضو نفس المشكله. يبقى لازم المسجد بالاثنين. عشان بيجي بمناسبه حبيت اقولها عشان ما حدش يرجع للبيت عامل لي فيها شيخ بس. لا تبقى شيخ وشيخ منصر برضو اثنين يعني لله. اوعى بقى اكفي عليك كده. في حاجه بسيطه كده قول اتفضل. كنا واحنا خارجين كان عليا الترغيب كويس. فكنت بتكلم عن ربنا وعظمته سبحان الله. ففي واحد كان قاعد قدامي فعمال اتكلم عن ربنا قدرته بالاداب طبعا اللي هي الصفات. فاللي قدامي كان يعني منتبه قوي عمال يعني جاريني في الكلام يقول لي طب ازاي ربنا يحبني وانا اتكلم في محبه ربنا واخش على النبي واتباع النبي طب ازاي محب وقد ايه قدر النبي مش عارف. بعد الترغيب بعد الصلاه وسمع البيان فسلمت عليه بقول له حضرتك شغال ايه؟ فضحك. قلت له طب فاتح ايه؟ فضحك اكتر. فقال لي انا شغال في الداخليه. المهم كلمته عن ربنا قعد منسجم جدا ومش عارف ايه وكده. فعرفت ان هو في حاجه في الداخليه حساسه جدا. فالمهم جالي الفجر وخد رقم تليفوني وقال انا انت عايزه مش لا مش واحد يعني مش واحد مدير قبل الفجر يا حاج لا يعني هو جاي يعني عشان يعني حب القعده معانا وكده وحب كان سيبك من عباس ده متعب. المهم خد رقم كده وبعد كده جالنا ايه مسجد تاني طلع يعني واحد في المخابرات وكده. مخابرات مش داخليه؟ اه ولا داخليه مخابرات؟ ما معرفش هو ما تعرفش لان هو قال لي انا اسمي كذا واسمي الحقيقي كذا. هو ما علمناش بقى. ولكن هو في الاخر يعني في الاخر ان في حد معطل الجهد. جهد الدين ما حدش معطل بالعكس. بعد كده جاب لي ولاده يعني الجماعه يعني اعوذ بالله ومشارح جدا يقول لي يا رب ربنا يحشرني معاكم انتوا خطاب وخطى الصحابه ربنا يجعلني معاكم. ف يعني الواحد فعلا انا تاثرت جدا 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 حتى يعني عرضت الاحوال على الشيخ علي واحمد سامي عشان هو مسؤول الجماعه طبعا. فيعني احنا فرحنا ليه؟ فعلا يعني نبقى ماشيين ثقه. ده عمل النبي وده عمل الانبياء كلهم يعني كل حاجه الناس دي ده اولاده جابهم طبعا. فان شاء الله يعني ان شاء الله وندعي بالاربع شهور ما ننظرش الاسباب من الله. محدش ينظر الاسباب والله. انا والله خرجت والله ما يعني تهيئ لي الحال يعني
شهر 5 كنت بجهز في الاسباب يعني في البيت برتب وفي الشغل برتب، لكن وخرجت في شهر 10 خد بس الموضوع باهتمام ودعاء جامد جامد ورتب اسبابك عادي جدا مش لحد 4 شهور 1/8/11 عايزين اقرب فرصه مش هيصة قدامي 1/8/1/8 مين تاني 1/5 ان شاء الله 5 اخر 5 ان شاء الله 11 11 3 7 8 7 9 10 والله مستعد اي حاجه 8 طيب احسنتوا اتفضل اشكرك قاعد انا هقول اتفضل الحادث الاخير اللي حكاه دوت عشان نعرفه. انا عايز دايما نبص لكل قطاعات الدوله بدون حساسيه، بيشتغل في سين في صاد في عيل في لام، الدين الناس محتاجين، واحنا مش ناويين نخلي الناس تشيب شغلها الا اذا كانت معاصي واضحه، اشتغل في خماره اشتغل بترقص حاجات غلط، وحتى دي بنجيبها بالتدريج يعني اي حاجه تيجي لكن ما نقولش الواحد شغال في حته فني حرام، انت فقيه ولا غلط، احنا عايزين كل واحد يخش كل حته يصلح الناس كلها. تخيل لو كل بتوع الامن متدينين، كل بتوع الجيش متدينين، كل بتوع البنوك متدينين، كل بتوع خلاص احنا كسبانين، احنا عايزين احسن من كده. اوعى تفتكر ان التبليغ جاي يغير وظايف الناس خالص، جاي يحصل تغيير للناس، هم يبتدي يختاروا حياتهم بما يناسبهم. انت ما تقراش في السيره الرسول الكريم عليه السلام غير مهنه حد وراحته جاي هو يتغير، انا عايز ابقى كويس خلاص خليك كويس. فكل واحد عنده يعتبر هو حكيم نفسه، فاوعى تبص للناس بالنقص اصل ظروفه كده اصل مش عارف يا رب يحيطه، ما تعملش كده خالص، هذا معناه استعلاء على الناس، انا احسن منكم، لا تعرفش مين احسن منك. لعله هذا الانسان اللي في حته بسيطه خالص هيعمل طاعه واحده بس زي اللي قتل 100 نفس وذهب الى التوبه فقط فنجا، انه قتل 100 نفس زي اللي سقت كلب وكانت عايشه في الحرام، ممكن حسنه واحده تنجيها، ما تعرفش كل واحد ايه اللي واحد حسنتين واحد ثلاثه واحد، ما تعرفش. ما تحكمش على الناس ان ما كان، لا انت اديله هو هيتغير، يمكن قدامك مش هيتغير، يقعد مع نفسه يعيط فيموت يخش كده مع نفسه كده ربنا غلطان راح ميت، فانت شايفه في تاريخك واد صايع، لكن هو مات بعد ما قتل 100 نفس ما حدش شافه ساعتها عمل ايه، ما حدش شاف الولية بتسقي كلب. فخليك دايما احصان الظن بالناس، الناس جواهر دي صنعة ربنا اكيد فيهم خير، احنا ما نقولش والله ده كذا وظروف وحشه، لا ما حدش ظروف وحشه، كل واحد عنده استعداد يعمل اللي عاوزه وربنا يحميه، ولا ننظر الى الناس بعين النقص. والقصة وانت بتحكيها هو فينه، ما تبقاش تقول المهن لانه ممكن بتسجل تبقى مش كويسة في حتة حساسة وخلاص، ما بالحفظ عليهم يعني. مين هيوم تاني؟ معلش عمال هيك أصغر ما عايز يضحي بيك الأول. خرجت قد ايه عسل؟ 4 شهور ما شاء الله. اسمك ايه؟ علي شعبان. علي شعبان الله يبارك لك، احنا سعداء جدا شعبان جاي على طول اهو. شعبان اهو شعبان. دي أول مرة؟ أول مرة. ماذا استفدت فيها يا حبيبي؟ مش درس يعني براحتك. يعني أول حاجة أنا كنت حاطط قبل كده إن المشوار هنا مرة واحدة، كان قبل ما أخرج يعني بشوية، فكان حد بيسمع الأحوال فقال إن مصول الخروج يعني أنت عارف من هو الله سبحانه وتعالى. جميلة دي. فدي بقى أنا طبعًا طول المدة طبعًا مع البيانات وكده طبعًا في تأثرات من كل بيان، وكمان كان في مذاكرة كان المنطقه ده مسجدكم كان كانوا بعتوها يعني ان هم ذكروا موضوع الافتقار، ان في كل بيان على بالافتقار. نعم فضله كل بيان الواحد بيقعد لما بيقعد بالافتقار بيستفيد، حتى لو الكلام حافظه حتى لو الكلام يعني ما يعرفه بيسمعه بقى له سنين، بس لما بيقعد بالافتقار بيستفيد منه. ف يعني حته فموضوع اللي انت تعرف ان هو الله اخر يعني في اخر المده خالص، الموضوع ده يعني ظهر قوي في 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 قلب الواحد، يعني قدر الله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره. نعم قدر الله سبحانه وتعالى علي في قلب الانسان دلوقتي، مثلا انسان لما ابص للسماء ابص لاي مظهر يعني بفكر في ربنا سبحانه وتعالى. احسنت. كمان قدر النبي صلى الله عليه وسلم قد ايه لما طبعا بيعدي على كذا كذا منطقه وكذا مسجد فبيشوف احوال صعبه،
فشعر بقى يعني ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبكي على الامه بالليل صلى الله عليه وسلم، ان هو من كتر الاحوال اللي النبي صلى الله عليه وسلم يعني شافها في الامه كان بيبكي على الامه. فقدر النبي صلى الله عليه وسلم عليه في حياته، كمان الاخره ظهرت جدا في حياه الانسان، يعني الاربع شهور يعني بيكونوا درس الانسان ان العمر بيعدي بسرعه، اربع شهور عدوا بسرعه جدا، كذلك العمر بيعدي بسرعه. فازاي الانسان يعني جه في قلب الانسان ازاي الانسان يفكر في الاخره زي ما هو يفكر في الدنيا، ازاي اطور دنيتي واظبط حالي، ولكن في نفس الوقت في كل حاجه ازاي يعني اوصل بها الاخره لله سبحانه وتعالى. يعني كمان برضو كنت بكلم واحد في بدايه المده، بقول له يعني انت كان خرج اربع شهور عندنا من المسجد، فبقول له انت استفدت من المده؟ فقال دي احوال قلبيه انا ما اقدرش احكيها لك. فالموضوع جه في قلب برضه في اخر المده انا حسيت بشعور ايماني قوي جدا لدرجه ان كنت مش عارف اوصفه. كنت بكلم واحد بقول له انا خلاص قربت انفجر مش قادر استحمل النور يعني. ما شاء الله. كمان برضو يعني كمان انا كنت حاطط اهداف للمده كده، ففضل الله سبحانه وتعالى معظم الاهداف حققتها، وفي بعض الاهداف طبعا ما حققتهاش، ولكن يعني لما طبعا المده انا لما رجعت بصراحه الاعمال في المده سهله، ولكن لما ارجع لمن صعبه. فالخروج يعني الخروج بحقه حي في الرجوع، يعني مثلا يرجع في المنطقه والشغل هو ده ازاي بقى يحافظ على الاعمال. فطبعا في وسط بيت دلوقتي حاليا وسط بيت الدنيا الاعمال بتكون صعبه، فمجاهده الانسان اصعب، ولكن لما اجاهد نفسي بس اتعلمت من المده اني حتى لو انا مش ماليش نفس الاعمال اجيب نفسي على الاعمال، فلما اجيب نفسي على الاعمال انا بحس بقى باثر الاعمال. طب انا كده بتخرج؟ خرجت انا يعني اول كنت خرجت من رمضان يعني حوالي سنتين. احسنت الله يبارك. شغال فين؟ لسه انا خلصت كليه، مخلص الكليه كليه قوات الجامعه، فقلت بعد الكليه بقى قبل نخش في الدنيا وكده. احسنت. قلت بقى اخد المنطقه. ربنا يثبتك كله امين. شاكر فضلك عليا. اتفضل يا حبيبي. طب ناخد شويه اعمال عندنا حاجه، في حاجه نعملها النهارده الاول نكمل؟ في حاجه حد اعمال عندنا؟ احنا عندنا جماعه محمد حافظ لسه خارج انا عايزين نعمل لها زيارات. هم طالبين زياره، طالبين حضرتك تروح لهم زياره. انا ازورهم؟ مش عارف الاشكال دي مش ينفعش. طب خليها سنه الاسبوع اللي بعدين ان شاء الله. مين يزورهم الاسبوع دوت؟ جماعه تزور جماعه في حلوان سهله اهي قريبه، نزورهم ونشتغل عليهم. الله. ادي اثنين ثلاثه. طيب نظموا مع بعض محمد. نظموا مع بعض زياره جميله كده. فؤاد محمد فؤاد ومحبوب وشريف وشام. ماشي يلا. ممكن يسيبهم جماعتين. جلال هيكلمهم. محمد حافظ دي بالنسبه لجماعه المطر. عندنا بفضل الله جهد البيت. بفضل الله كان عندنا مين جهد البيت هيتكلم فيه النهارده؟ جهد البيت مين هيتكلم؟ يا جماعه احنا عندنا جماعه خارج انا فاكرين لا الاول في جهد البيت حد في تعالى كلم وبعدين نشوف مين اللي هيخارج المره الجايه. خارج البيت. ما هو مره يكمل معاه. اهلا وسهلا. تشرفت حضرتك. هو البشير اللي انت عندك.